ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم سيغ ما شين اللي جيتكم بأون نوفيل فيديو. هادي سي لا دوزيام فوا اللي راني ندير فيها باسكو هاد لا فيديو ديجا درتها وبزاف انطلبت مني ودونك جي ديسيدي داكشواليزي هاد لا فيديو ونعاودها لكم باسكو كاين بزاف اللي ما فهموهاش. دونك لا فيديو تاع اليوم ساسخا ان ماسك ناتوريل، يعني 100% ناتوريل، مواد طبيعيه موجوده عندك في الدار. هذا الماسك يفتح ويرطب لابو تري بيان، وانا كل سيمانه نديره. دونك الا بغيتي تشوفي الماسك قايم مع لا فيديو وما تنساش تابوني وتفعلوا الجرس في لاشين باش يوصلكم الجديد. دونك خليكم مع لا فيديو. دونك البنات، اول مكون راح نحتاجوه في هاد الوصفه اللي هو ماء الورد، اي ماء ورد اي ماركه ما يهمش. تحتاجوا كاس اتاي صغير معمر تاع ماء الورد، وتزيدوا له مغرف تاع قهوه مايزينا او نشا، وتخلطوا بارد في بارد في كاسرونه وديروا فوق النار، نار شويه تكون قليله ما تكونش قويه بزاف، وتبداو تحركوا غير بشويه. كي تشوفوا هذيك لا كريم تاعكم بدات تتقال وخروها من النار وزيدوا حركوا وحطوها في كاش بواطا ولا كونتينرز ولا اي حاجه تكون عندكم فارغه باش ديروا فيها، تحتفظوا بالكريم تاعكم. دونك تحصلوا على هذا الكريم كيما هكا، ها هو راكم تشوفوا بلي تجي ثقيله. في هذه المرحله هذه انايا راح نضيف لها الزيت. نتوما ماكوش مجبرين باش ديروا كيما غادي ندير انا، مي اي زيت يكون متوفر عندك تقدري تستعمليه عادي، تقدري تستعملي اي زيت، مي انا نفضل شخصيا زيت جوز الهند. بون انا نستعمل هذا تحسن بالك، وديجا وريته لكم راكم تشوفوا مستعمله منه بزاف. دونك دائما نديره في الخلاطات وفي لي ماسك ناتوريل، ونديره مام بان دويل لشعري. دونك ان شاء الله ندير لكم اون فيديو سبيسيال على استعمالات زيت جوز الهند ان شاء الله في المرات القادمه باذن الله. دونك هنا فقط غادي نستعمل قطرات بسيطه في الماسك تاعنا. علاش نستعمل الزيت؟ اولا باش يزيد يغدي اكثر ويزيد يرطب اكثر، والحاجه الثانيه باش لا تيكستور تاعنا تقعد كيما هكا، سي طاديغ الكريمه ما تجمدش وما تيبش وما تنشفش، تقعد هكاك شغل طالقه روحها. دونك هذاك الزيت يخليها طالقه روحها وما تجمدش، يعني الكريمه تاعنا ما تجمدش. دونك راح ندير قطرات هنا تاع الزيت، انا كنت ديجا ما درتش، ماشي بزاف كما راكم تشوفوا، غير شويه ونحرك حتى يتجانسوا كاع المكونات، يعني الماسك يتخلط مع الويلد كوكو. هكا انا الخليط تاعي راه سخون باسكو غير دروك خدمته. ها هو كيفاش راه يبري، دونك نزيد شويه خلطوا مليح واحتفظوا به عادي. تقدري تحتفظي به في الثلاجه ولا تقدري تخليه برا تو سامبلومون. تقدري تستعمليه شحال من خطره، انا دي فوا نديره دو فوا تخوا فوا بار سيمين، يعني ماشي شرط نديره مره في الاسبوع. فوالا تحصلي على هاد الكريمه هادي، راكم تشوفوا رطبه شحال من وحده تقولي ما تنجحليش وتخرج لي يابسه وتجمد لي اكسيتيرا، ها هو السر راني خدمتها قدامكم. دونك ان شاء الله تكون عجبكم أو عجبتكم الوصفة وتجربوها وتعطوني آرائكم في التعليقات إن شاء الله. دونك البنات لحقنا تاع الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تجربوها وتعطوني رايكم. نبقى نقول لكم تهلاو في روحكم تهلاو في صحتكم، وما تنسوش تابوني وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس اسفل الفيديو باش يوصلكم الجديد، وتابعوني على لي ريزو سوسيو ونتلاقاو في موضوع جديد. باي باي.